اهلا وسهلا فيكم، تحياتي لكم بحلقه جديده من صحتين وهنا وحلقات رمضان المميزه اللي عم نكون معكم فيها. واكيد عم نقدم لكم وصفات انتم بتحبوها ووصفات كمان جديده عم نحاول انه نغير لكم جو فيها. طبعا رح نكون معكم خلال الحلقه طبعا على مدار الساعه وربع. مزبوط الساعه وربع، انا اخر حلقه راح اكون حفظت انه ساعه وربع، وكمان رح نقدم لكم كل وصفات الطيبه انا والشيف المميزه بطله الحلقه شيف هانيا. كيفك فنت؟ اهلا وسهلا. يعني بحب كيف دائما هيك بتبدا لكم فنت طابق قد الوقت قد كذا. انا عم بستناكي بقولها رح تحكي على مدار ساعه ونص بس لا. بالضبط حكيت واخيرا حكيت لليوم اليوم اول مره بحكي انه ساعه وربع. مزبوط، واحنا قد ما بننبسط بالحلقه مع بعض عادي بنحس هيك وقتها سريع 100%. صح معك يا شفهانيا. ايوه بلشنا واضحه الحلقه من اولها. اوكي لا خلينا نحكي عن الوصفات تبعت اليوم. اوكي اليوم بدنا نعمل ان شاء الله مقلوبه. رح نعملها بطريقه يعني شوي تتقدم بطريقه مختلفه عن اللي كنا نعملها بالايام الماضيه، لانه بناء على طلب كثير ناس بعثوا لي انه احنا اشتقنا لمقلوبه. قلت لهم طب خلاص. رح نعمل فته زهره كمان. فته جديده هاي بالزهره. وشوي صحيه ومعها طحينيه كثير وهيك طيبه كثير. ورح نعمل انا وياكم كنافه كذابه، بحبها. هاي الكنافه اللي اذا حدا ما عنده عجينه كنافه وقرر فجاه بده يعمل كنافه وإشي سريع، وخاصه هلا برمضان بده الواحد هيك إشي هيك بسرعه. فرح نعمل الكنافه الكذابه اليوم. حلو كثير شفهاني. يعني وصفاتنا اليوم عربيه مزبوط متالقه رح تكوني فيها ان شاء الله اليوم بالحلقه. طبعا بدي اذكر كل اللي عم تابعونا، تابعونا على عمان تي في اوفيشال على الفيسبوك، رح نكون معكم باللايف ورح نربحكم جوائز اليوم. جوائزنا اليوم من فاسترن في عنا باكيجين بقيمة 20 دينار، وعنا من زمزم كمان باكيج، وعنا كمان من بلانت دونت باكيج اللي هو أو الكوبون اللي بي 20 دينار كمان. وإذا في شغلات تانية رح أخلي مروة تقول لي إياها كمان بعد شوي. إيش مروة؟ وكمان عنا كوبون اليوم من كندا سبا. صح أنا هاي كنت ناسيتها، عنا أكيد اليوم كوبون كمان بقيمة 60 دينار من كندا سبا، اللي سبا الجدا رائع يعني اليوم. وأكيد إذا ما حد بده إياها أنا بأخذها، أنا ما عندي مشكلة عشان تكونوا عارفين. إلك أو لمروة التنتين واحدة نتقسمهم، واحدة اليوم أنا ومروة نص بالنص. تطلع لك مروة. اوكي فكتفوا تعليقاتكم لحتى تربحوا معنا اليوم جوائزنا الكتير حلوه. واكيد رح نكون معكم هلا باول وصفه مع شيف هنوش. يلا اوكي نبدا بالمقلوبه. يلا للمقلوبه. مقادير مقلوبة البتنجان: عنا 2 كيلو لحم خروف، بصل كبيرة، زيت الكرم، 3 ورق غار، عودين قرفة، حب هيل، وعنا عصفر وملح. عنا 3 أكواب أرز حبة متوسطة من الكرم، وأربع معالق كبيرة سمن البلقاء بنكهة السمن البلدي، وأربع حبات بتنجان حجم كبير. وعنا كمان 3 حبات بندورة شرحات، و3 معالق صغار بهارات مقلوبة، معلقة صغيرة قرفة، هيل، جوزة الطيب، معلقتين صغار ملح، ولوز مقلي للتزيين، وكل البهارات والمكسرات من محمص ومطحنة أصول الكرم. للتطبيق مقلوبة البتنجان، بتحبي بتنجان ولا زهرة أكثر شفهاني؟ أنا بحب بصراحة البتنجان أكثر. بتنجان. إحنا بنعملها بس بتنجان، في كتير ناس بتحط فيها بتنجان وبطاطا وزهرة. في ناس بتحط بس زهرة، إحنا بنحبها هيك بتنجان لحالها. في ناس بتحط جزر كأنه كمان. وفي ناس بتحط جزر مزبوط. بس يعني أنا بحسها هي مقلوبة البتنجان لازم تكون بتنجان لحال. بالضبط. اليوم عملتيها فيجيتيريان أنت. فيجيتيريان. حاطة اللحمة على جنب. حلو. اللي بحب لحمة بحط اللي ما بده بالضبط. إحنا هيك بنعملها برضو بالبيت. الصراحة. لأنه أنا وأبوي فيجيتيريان، فاللي بده ياكل لحمة أو دجاج إذا كانت على دجاج أو على لحمة. نعملهم على جنب. على جنب بكونوا بطنجره لحال. وهي اليوم انا رح اعملها بنفس الطريقه. حبيت. اوكي هلا اول شيء رح نحطه طبعا المقلوبه دائما بدها سمنه بلدي اكيد. فرح استعمل سمنه البلقاء بنكهه السمن البلدي.
هيها رح نحط منها تقريبا معلقتين هيها لتبدا تدوب. مزبوط. انا اكتشفت انه قليل عندنا سمنه نباتيه. مزبوط صح. لاحظت يعني صح. هي واحدة منهم طبعا البلقاء صح مزبوط وتحديدا بنكهة السمن البلدي او الزبدة كمان، فانه حلو انه نكتشف احنا دائما انه في عندنا هاي التشكيلات مع انها قليلة. مزبوط صح. هي يعني صراحة طعمتها زاكية وخفيفة صح. ما بتطلع تقيلة كثير 100%. هلا انا عمالي بدوبهم هون لاني رح ارجع اخذ منهم شوي، معلش انا حطيت كثير بس هي الصراحة زاكية، انا بحب مع الاكلات المقلوبة بدها سمنة صح؟ صح. ومستعمل اليوم انا هخليها عبين ما تدوب، مستعمل اليوم انا من رز الكرام اللي هو الرز المتوسط الحبة اللي أوكي. هو هاد، ما رح نستعمل بسمتي لانه هي المقلوبة اصلها بهاد، احيانا بنحاول نغير بس هي اصولها بهذا تكون. هلا اللي رح نعمله فانيتا انه رح نستعمل بهارات المقلوبة، وكثير حبيت كيف كاتبينهم مقلوبة قلبينها قلبينها فرح نستعمل بهارات المقلوبة من اصول الكرم لانه فيها كل البهارات اللي عادة تلزم للمقلوبة أوكي. يعني هي عادة بكون فيها قرفة علينا يعني عاملين لكم هم الخلطة لحالهم فهيها ومع البهار الحلو مع كل شيء. هلا انا بما اني مستعمله هون 3 كاسات رح احط تقريبا 3 معالق صغار ممسوحين، هي واحدة 2 وهي 3. يعني هم مو بس اصول الكرم مبدعين ب يعني بهاراتهم والتشكيلات اللي بيعملوها، لا كمان مبدعين بالكتابه تبعتهم كيف بكتبوا بهارات المقلوبه كيف حاطينها. ما بقول اليوم اول ما دخلت بقول لا انا متاكده كان في عندنا بهارات مقلوبه لانها ضلت معلقه باسمي اسمهم كيف مكتوبه بالهيك، ففتحتها بالفعل حتى ريحتها بتشهي الصراحه 100%. طيب هلا انا رح ارجع ازود لها شوي أوكي. رح ازود لها كمان هيل، يعني هي فيها شوي بس انا حبيت اني ازيد لها كمان شوي وشويه قرفه وراح اخلطهم مع بعض. رح ناخذ هلا السمنه اللي انا دوبتها رح اخذ شوي منهم نحطهم أوكي. على الرز هيك حتى يفتحوا مع بعض تمام أوكي. والباقي رح اخليه بالطنجره أوكي. اللي عندي هلا بهاي الطريقه. انا ليه عملت هاي الطريقه؟ عشان هيك بتمتص الرز بيمتص عندكم كل البهارات طبعا أوكي. انا نقعته غسلته ونقعته تقريبا شيء نص ساعه او اكثر شوي. هلا هيك بحركهم مع بعض لحد أوكي. ما يبدوا ياخذوا طعمه البهارات مزبوط، حتى لما بدي ارتب المقلوبه تبعتي يكون هم اوريدي اخذين النكهه تمام. هلا بالقاع الطنجره اللي بدنا نعملها دائما بنحب انه نحط فيها شيء حتى ما تلزق، حتى لما نقلبها تكون لذيذه أوكي. انا المره الماضيه حطيت فيها شرائح من الباذنجان، هاي المره رح نعمل شوي تغيير خفيف أوكي. رح احط شويه شرائح بندوره حتى لما نقلبهم بنقيمهم وبيعطوا تمام. شويه حموضه بيعطوا شويه لون لذيذين حلو. فهي رح اصفهم تحت هيك على الخفيف. انا بحب كمان مقلوبه الفول الاخضر، انا بحبها كمان تبعت الفول الاخضر زاكيه كثير زاكيه. انا بحب مقلوبه الزهره، بحب البتنجان، ما بعرف اللي بتابعونا ابعثوا لنا شو بتحبوا اكثر، بتنجان ولا زهره المقلوبه؟ وكمان اذا بتحطوا لها اضافات، يعني اذا بتحطوا لها بطاطا جزر، يعني انا كثير انا كنت استغرب لانه انا يعني ما اكلت مقلوبه عند الناس برا غير يمكن مره جربتها عند الناس انه اصحاب لي فتفاجأت انه بحطوا فيها جزر. في ناس بتحط جزر مزبوط صح صح. فانه احكوا لنا انتم بتحطوا فيها جزر، بتحطوا فيها، بتحبوا فيها بطاطا، بتحبوا فيها باذنجان او بتحبوها بالزهره كمان صح. طب انتم الباذنجان بتقلوه ولا بتحطوه بالفرن؟ هلا احنا مؤخرا بس بنشوي بتشوي شوي كل شيء، شوي البطاطا، الباذنجان، كل شيء بيكون مشوي شوي مزبوط صح. فهي الصراحه زاكين، واحنا عمالنا بنروح اكثر شيء بالبيت صايرين على الاشياء المشويه بالفرن، يعني ندهنهم مزبوط بالزيت وبنعملهم. فانا هلا قطعته هيك بشكل طويل، رح اخلي جزء منه رح استعمله بالاخر، رح اورجيكم كيف بدنا نقدمها بطريقه جديده اليوم اوكي. شوف هاني رح نطلع لاول فاصل معنا بحلقتنا لليوم ونرجع لكم. انه بما انه كنا حاطين طبعا على اللي مقدمين لنا اياه الصالون الاخضر اليوم، بدي اقول لكم انه
شغله كثير غريبه وكثير طيبه بنفس الوقت اللي هي هريسه اللوتس. ما بقدر احكي لكم اوصف لكم قد ايه انه هي طيبه عن جد. فاللي بحب اللوتس وبسكوت اللوتس اليوم رح يحب اكيد هاي الوصفه، لانه هيك بتحسيها شرقيه غربيه. صح مزبوط، اخذ من الشكلين. صح. هي شكلها وريحتها الصراحه ريحتها شهيه. صح. طيب شيف هانيا، احنا طلعنا للفاصل كنا عم نحكي لهم قبل ما نطلع الفاصل عن البتنجان انك رح ترتبي جزء منه بال رح نرتبه ببوله لحاله. صح. فاحنا أوكي. رتبنا هلا البتنجان اللي عندنا ببوله لحالها. هيها حطيناها هون. أوكي. ورح اعمل هلا الخلطه تبعتي زي اللي بنعملها احنا دائما عاده، زي ما قلت لكم خلطت هون عندي الرز البهارات، في إشي بس نسينا نحطه مع انه كثير مهم اللي هو الملح. أوكي. طبعا فهي رح نحط ملح الهملايا مندوبي. رح احطه هيك تمام ونحركهم، بس بدي احسب حساب ما احط ملح كثير لانه بدي ارجع احط من مرق زغلول. تمام. هلا رح نحط اول شيء طبقه من الرز. او نحط اول شيء خليني الباذنجان، انا بحب اكثر الصراحه. هي باذنجان زي ما حكينا انه فيكم تقلوه وفيكم انه تشوه، تغرقوه بالزيت واشوه بالفرن بيطلع كثير زاكي. زي ما احنا عاملين. رح انزل هلا طبقه من الرز. والله انها زاكي هالاكله، بقول مع انها هي سهله وهيك، بس عن جد انها من الاكلات اللي كثير زاكيين. لا انا كثير بحبها صراحه. رح اعملها بهاي الطريقه هيك. بعدين رح ارجع اللحمه اللي عندنا اللي احنا سالقينها. اوكي. رح اخذ منها واحطها تنطبخ جزء منها مع المقلوب. خلينا نحكي لهم انه احنا كنا حكينا انه نعملها نباتيه، بعدين هيك غيرنا راينا قلنا لا زاكي مع اللحمه جواتها. ما هو بناء على قررت شيف هاني انه لا خلص تعملها اليوم تحط فيها اللحمه. ايوه صح، قلنا شوي رح نحطها جوا وشوي رح ارجع احطه بعدين كمان لقدام. اوكي رح نحطهم هون خليهم هيك شوي يتزبطوا مع الرز. اوكي معي وهيك، لان رح استعمل كمان مرقه اللحم اللي عندي. صح. خلص هدول خليهم، رح نحطهم على الوجه. اوكي. حتى اكون استفدت من المرقه اللي فيهم. هلا رح نرجع نحط كمان مره طبقه باذنجان. منيحة. بتعرفي هاي من الاكلات كمان اللي بيشتهوها كثير الناس اللي بالغربه. بكون سهل انه يعملوها لانه موجود الباذنجان متوفر. صح. هي اكثر الاكلات اللي بيشتهوها بالغربه الفلافل. الفلافل ايوه والمقلوبه. صح. 100%. طيب وهي رح انزل عليهم بقيه الرز. انا كنت اعملها فانيتا بكثير اشكال المقلوبه، في احيانا بتعرفي شو كنت احط معاها؟ ايش؟ البندوره المجففه الساندرايد. يا الله شو زاكي، كثير طيبه لانها بتعطيها هيك حموضه، بتعطيها لون هيك في شويه حمار وغريبه يعني تكستشر مختلف شوي، فمن الاشياء الزاكيين. يعني بقول لك يعني هو الواحد لها كثير كثير اشكال المقلوبه. صح. بقدر الواحد يتفنن فيها قد ما بده. فهي رح نحط هيك. اوكي اوكي واكمل احط بقيه الباذنجانات، يعني رح تاخذ هيك طعم من الكل. حلو. من الباذنجان والله معززيتها باذنجان اليوم. يلا اوكي صراحه كثير حب اليوم شكل عبايتك كمان. اوكي يلا اوكي. طيب طب شيف هانيا بدنا نطلع على مقادير الوصفه اللي وراها هلا ولا بدك تكملي شيء لا بس بدي احط هون بس بدي هذا اذوب المرق زغلول وعشان بعدين احطه عليهم. بس خلص تمام رح نذوب مرق زغلول ونطلع بالمقادير للوصفه الوصفه اللي وراها اللي هي فتة الزهرة. فتة الزهرة. لمقادير فتة الزهرة. فتة الزهرة اليوم بدنا خبز زهرة وخبز عربي وعلبة حمص من الكرم، زيت الكرم، صلصة البندورة بدنا لقلها بصل، سنين توم، بندورة مفرومة، ملح وفلفل أسود من أصول الكرم، مكعبين بندورة مندوبي وربع كوب دبس رمان. وبدنا كمان صلصة الطحينية لها كوب طحينية أو طحينة، وعندنا كمان كوب لبن، عصير ليمونة، ثوم مهروس، ملح، وللتزيين بدنا بقدونس ورمان.
اوكي من بعد ما اخذنا المقادير بس نعمل اخر حركه اللي انت بدك تعمليها. اخر حركه عم بحوص انا لازم اني اعمل هاي لحظه هلا حطيت عندي هون مرقه اللحمه اللي انا سلقت فيها اللي انا حطيت لكم اياها بالمقادير هي حتى مع هالبصله انا تركتها بس لانها بتعطي طعم زاكي هاي ما بحب اضيعها ورح انزل عليها مرق زغلول كمان حتى اعزز الطعم زياده وزياده حلو فهيهم هيك رح نخلطهم مزبوط ورح نحطهم على الرز رح اعلي تحته هلا على الاخر حتى تغلي المي هيو هيك وبعدين رح اوطيها بس تبدا هيك تبقبق شوي فبنزل عليهم الحراره تمام هاي هدول شايفه عملناها هاي الحركه كان لازم نعملها لا انا شايفتك وانا عم بقرا المقادير عم تستنى وماسكه كيس ماسكه الكيس مرق زغلول ماسكته بايدها وبتستنى فيه مزبوط ماسكه الكيس وعم بتطلع على بنت هاي هيك طبعا هذا الرز اللي ما دامني عم بستعمل الرز المتوسط الحبه فاكيد رح يكون كل كاسه بكاسه يعني يا دوب رح تكون على قد غمرهم اوكي تمام لانه بيختلف عياره عن عيار البسمتي خلص هيك زبطنا هاي هلا بنروح على الوصفه هلا بنقدر بنقدر نطول اغراض الوصفه هلا بنطول اغراض الوصفه الثانيه وانا مرتاحه اوكي طيب بس انا هيك حاسه في ريحه فاصل في ريحه فاصل في ريحه فاصل هيك عم بتحب قاعده هيك بتهف ريحه الفاصل والله طيب ما بعرف مش عارفه لا مش واضح يلا لا مش ما في فاصل يمكن طيب هلا رح نحكي لا 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 بلا شفتي بقول لك في ريحه فاصل يلا اوكي كمان دقيقه شكلهم الشباب هلا شوي هيك نحط هاي على جنب هاي ننزلها احنا قلنا بدنا نستخدمها لاحقا قلت لي تبييز نزلها تحت اوكي مزبوط وهي الطحينية المقادير يا عيني الطحينية اوكي يلا اوكي هلا بالنسبه للفته اللي عندنا هلا اليوم عاملينها بالزهره الزهره من هيك الخضار اللي الواحد ايام بظلمها بنساها بكون بس متذكرها زهره مقليه او مقلوبه زهره او مطفيه هي كثير لها وصفات طبعا مطفيه مطفيه بتشهي وانا بحب المشاط مشاط الزهره عندي من الاشياء المفضله صراحه كثير كثير بحبه اليوم رح نعملها على شكل فته ورح تكون هيك لذيذه وخفيفه وطيبه قبل ما نطلع للفاصل بدي اذكرهم انه انت كمان مره عملتي تبوله بالزهره وكانت كثير زاكيه انا ترفع لك القبعه الصراحه انك ذكيه لانه بصراحه ما بتنتسى صح صح وصفه كثير انه فكرتها حلوه وطيبه كمان صح وغنيه بالحديد يعني بياخذوها الناس لانها هي لا رح تكون انطبخت ولا شيء فما تكسر شيء من الحديد اللي فيها صح رائعه فنتها طيب يلا. قبل ما نبلش تطبيقها رح نطلع لفاصل صغنطوط هيك هالقد بمزح معكم مش صغير ابدا طالعين لفاصل وراجع بلاش طيب احنا معكم مكملين خدني على كاميرتي على فور عشان أيوة انا نسيت شيء شكرا كثير احنا مكملين معكم بحلقتنا من بعد الفاصل اللي الصغير اوكي ورح نكون معكم اكيد بباقي الوصفات واخذنا مقادير فتت الزهره قبل ما نطلع الفاصل رح نكمل هلا مع شفهانيا تطبيق فتت الزهره وانا صراحه متحمسه لانه شكلها غريبه طرطي كمان خلص هي اوكي طيب شوف هاني قعدنا بالفاصل نتحدث اشياء مهمه وركبنا اشياء ونسينا اشياء ونسينا اشياء مو بتعرفي ليه لانها الوصفات دمها خفيف الصراحه عن جد وصفاتنا اليوم كثير دمها خفيف مزبوط هلا زي ما حكينا بدكم تجيبوا الزهره زي هاي هلا الصراحه كمان بتشهي الزهره صايره بالسوق كثير زاكيه صح فهلا رح تجيبوها بدكم بتقطعوها لشجيرات صغيره هيك اوكي طب شو رايك شفهانية بس نذكر هيك بشكل سريع كيف تتنظف الزهره الزهره انا بجيبها بغسلها وبعدين بحط بزبديه مي وملح ومعلقتين خل أوكي. وبغطها فيهم هيك ليه عشان اضمن انه اذا فيها لا سمح الله حشرات فيها اي شيء لا خلص كلياتها بتنزل بتتنظف وبتطلع منها لانه زهره الزهره نظيفه بتلمع اللي جايبيها انت ما هي أوكي. هيك لاني نقعتها عن جد مي وملح وشويه خل وبتطلع كل الاشياء اللي فيها وبتطلع التراب بعدين برجع بشطفها مزبوط تمام فهلا بتجيبوها بهذه الطريقه بتحطوا عليها الزيت هيها انا رح احط عليها زيت الكرم فيكم تحطوا كمان عليها زيت زيتون اللي بدكم اياه هيهم بس كميه قليله لانه بدنا برضه زي ما حكت فانيتا خلينا نعمل اشياء تكون مشويه مش كله قليل
فهي حطينا عليها هاد، رح ارجع احط عليها شوي من الملح والفلفل الاسود وادخلهم على الفرن. اوكي، يعني هاي طريقه دمها خفيف خاصه هلا للستات برمضان. ما في عندكم لا تقعدوا والله تكتروا جلي ولا اي شيء. رح نحط رشه الملح، اوكي هيها، ورشه الفلفل الاسود، تمام، اللي هو هي وينه هي. اوكي انا بحط شيء تحت شيء فوق بضلني طالعه نازله، فهي رشه فلفل اسود. أوكي. خفيفه، رح نحطهم هيك ونحطهم بالفرن. قد ايه رح تخليها بالفرن؟ تقريبا تاخذ شيء نص ساعه، تقريبا. أوكي. نص ساعه. هلا هي رح يكش شوي حجمها لانها هي الزهره كمان فيها يعني كميه منيحه من المي، فالمي اللي فيها رح تتبخر وتضل عندكم الزهره هيك مقرمشه بتشهيك. يا سلام. فهيها هيك زي ما حكينا ونحطها بالفرن. ولفقره الساحر بعدين. ولفقره الساحر. فقره الساحر انه الزهره طلعت مشوية جاهزه. فهي الزهرات اللي عندي هيك مشويين. أوكي. جاهزين، طلعوا كيف تأمروا، حتى حطيتهم تحت الشوايه فاخذوا لون البني هذا الزاكي الذهبي ونشوه. أوكي. اوكي. هلا بدنا نعمل الصلصه اللي رح نحطها فوقها لانها بدها شيء هيك يتقلها. فاحنا رح نحط لها بندورة زي ما حكت زي ما حكينا بالمقادير اللي عنا. اوكي. فقرة الساحر رح اجيب البندورة. فقرة الساحر اختفت البندورة. رح اجيب البندورة. طب شوفي وين البندورة. بدي اقلي البصلة مع البندورة، بعدين بدي اتقلهم بصوص بندورة حتى اتشتش فيهم الخبزات اللي رح احطهم على الفتة. الخبز اللي عندي كمان قطعته مربعات، خبز عربي. بتعرفي انا ايش عم بعمل؟ حتى الخبز اللي بيزيد عنا ايام على السحور لما بكون هيك رقيق، ايام بزيد عندك نص وحده ربع وحده، فبقصقصهم كلهم، بحط عليهم شويه زيت راسا عشان ينشفوا. صح. وهم بشكلهم مرتب. بقول بستعملهم للفته، بستعملهم لفتوش ممكن. صح. فهيهم انا قطعتهم وحطيت عليهم زيت ودخلتهم كمان على الفرن يدوب هيك 10 دقائق لحد ما هيك تأمروا وصاروا عندي هيك لونهم حلو. رح احطهم بجاط الفته اللي عنا هيك، ورح نبدا نحضر الصوصز تبعونها. تمام. اوكي رح اجيب هلا، خلينا نشوف التفاعل قبل ما تجيب البندوره. شيف اوكي. والله التفاعل منيح. عنا ميرفا تحياتنا لك، وام هداي، وعنا وفاء ورنام وام وائل ووعد، وعنا كمان انور الحطاب تحياتنا لك، وخلود، وعنا علي، وعنا ام انس، وعنا كمان خليني اشوف ام امل الخوالده، ام هيثم تحياتنا لك كمان، وهديل، وكل اللي قاعدين عم بيبعتوا لنا اكيد تحياتنا لكم، تحياتنا لكل اللي عم بتابعونا وكمان عم بتابعونا لحتى كمان تربحوا اليوم ان شاء الله. فتحياتنا لكم، وباخر الحلقه اكيد راح نربحكم الجوائز. وبرجع بذكر بجوائزنا، في عنا جائزتين من فاسترن، باكج ب 20 دينار. فاسترن طبعا هو عباره عن ملطف جو، وايضا في عندهم هاند ووش، غسول الايدي، للغسلات كمان، للجلي، وفي عندهم كمان غيرها من الشغلات اللي عن جد ريحتها حلوه لانها عطورها سويسريه. وفي عنا كمان باكج من زمزم من الكرم، منتجات زمزم الكرم مرافقتنا من قبل رمضان اكيد بحلقاتنا، ان كان الرز او المعلبات اللي عندهم، او ايضا ميلودي اللي هي القشطه، وايضا عنا من عندهم كمان حليب الروابي. وعنا كمان باكج من بلانت دونات، او اللي هي جائزه من بلانت دونات بقيمه 20 دينار اللي هو الكوبون. وعنا كمان من كندا سبا، عنا قيمه 60 دينار رح تربحوا معنا، بتعملوا اللي بدكم اياه اكيد بكندا سبا، واللي ما بده اياها برجع بقول لكم انا ومروه بنتقاسمها. اوكي. طبعا كندا سبا الصراحه انا انبسطت عليها. لا هي حلوه، تدخلي هيك محل شرح مريح، كلياته اشياء هيك نسائيه مفيد لذيذه. طيب شيف هانيه، جبنا البندوره. جبنا البندوره. جبت البندوره، انا كنت بادي اقليها، حطيت زيت عندي وحطيت عليهم البصله وقليتهم، وبعدين نزلت عليهم البندوره اللي مقطعه. هلا اللي رح نحطه عليهم يا اما بتحطوا ربع البندوره او بتحطوا مكعبات من دوبي. تمام. مكعبات دوبي صراحه انا بحس بلاقيها حل لذيذ، عشان الواحد اذا مثلا ما عنده ربع البندوره، فانتوا بتاخذوها بتحلوها بشويه مي وبتنزلوها على الصوص اللي عندكم. حلها سريع كمان. حلها سريع جدا. فهيها هي 100% طبيعيه. اوكي. بس كابسينها بشكل مكعب زي كيف عندكم مثلا المكعبات المرق. نفس الطريقه. فهيهم محطوطين هون، رح نحركها لحد ما تتقل عندي. ممكن نضطر انه نضيف لها كمان شويه مي اكيد. اوكي. اما بهاراتها ما بدها كثير بهارات، رح نحط عليها فلفل اسود رشه صغيره. هيها ورشه ملح بس.
ما رح. ممكن تحطوا لها كمون لانها هي عاده الزهره شوي بتنفخ صح. صراحه انا حتى كان لازم ايام بحط عليها قبل ما احطها بالشوي على الزهره لانها هي بتعمل شويه هيك نفخه فالواحد بحط لها كمون ونكهه الكمون كثير طيبه ونكهه الكمون زاكيه هلا أوكي. بالنسبه لللبن اللي رح نعمله رح نحط فيه لبن هلا هاي ايش بتختلف عن باقي الفتات انه الطحينيه بدكم تحطوا كميه اكبر منها لانها الطحينيه كثير بتلبق مع الزهره صح. من الاشياء الزاكيه كثير معها فرح نحط الثوم اوكي أيوه. ورح ننزل عليهم بعدين الطحينيه هاي هيك سلام انا اكثر شيء بحبه الطحينيه وانا بحب الطحينيه كثير يعني الناس بتقول لك انها هي بتنصح وما بعرف شو كذا بس انا بلاقيها من الاشياء الكثير زاكيه بنلعب رياضه بنلعب رياضه قلتك نكهه طحينيه لا ومفيده فيها زيت السمسم فيها كثير كثير اشياء لا هي كثير مفيده وبروتين عالي كمان فيها شفتاني صح مزبوط وغير هيك يعني بتستخدم لاشياء كثير ثانيه لعلاجات صح. كمان جلديه كثير منيحه للجلد في ناس تعمل منها ماسك للوجه كمان 100% سمعت هلا انت اللي عندك اياها هاي احلى ماسك للوجه بس بدون التوم اللبن والطحينه طيب هلا زي ما حكينا حطينا هون اللبن والثوم هي رح انزل عليه الطحينيه اوكي هلا طبعا رح تشد شوي الطحينيه معي لانها دائما بس يجيها شيء حامض بتشد شوي عادي بترجعوا بتخففوها بشويه مي الجهاز المناعي تبع الطحينيه بيشتغل بيشتغل على شيء ثاني بتنشط بتتنشط تماما فرح نحطها ورح انزل عليها الليمون اوكي ايوه ورح نحط عليهم كمان رشه ملح تمام اكيد ايوه وزي ما حكينا اذا حسيتوها انها شدت كثير زي ما هي هلا شدت معي فاحنا رح نخففها بشويه مي اوكي احط لها مي شوي هي دافيه هي على الخفيف بس تمام ممتاز احنا يعني هي صارت فتتنا طبقه الطحينيه واللبن جاهزه عندنا والبندوره وطبقه البندوره جاهزه البندوره بس ناقصها شيء واحد رح نحط لها اياه برضه رح يعطي طعمه كثير زاكيه اللي هو دبس الرمان اوكي رح تحطيه بالبندوره رح احطه على البندوره تخيلته لا من برا من فوق لا هي رح نحط هون نرجع بنحط شوي على الوجه هي هيك رح ننزلها تطلع خرافيه تمام هيك صارت ظابطه 100% انا شفت حمص ولا لا ما شفت او في حمص صح في حمص صح مزبوط في حمص هلا رح نحط الحمص هلا عم بتذكر بالمقادير احنا عم بنكوش على 19 رمضان بنكون طفينا شوي فهي هون اوكي وبس اقيم هدول الاغراض تمام بدك اعطيك الصحن بدك تطبقي الاشياء اوكي خلينا نحط الصحن معناته عند الشيف بعد اذنكم اوكي بس انا الحمص دقيقة نحطه الحمص رح أحطه كمان على الوجه فانتا أوكي ما في مشكلة هلا الترتيبات هلا هاي الصوص اللي عنا اللي هيك عمالها بتبقبق رح نحطها على الرز على الخبز أوكي. شوي بهاي الطريقة تمام حلو رح نحط عليهم كمان الزهرة أوكي أيهم بهاي الطريقة يا بي شو زاكي هاي الفتة والله شكلها كتير زاكي انا بحبها رح احط نصهم هون ورح ارجع النص الثاني يعني رح اعملهم زي كانهم طبقات زي اللايرز فهلا بنحط شوي من هاي وبنرجع بنحط الباقي على بعدين هي غنيه بالكربوهيدرات وبالبروتين كمان مزبوط. وبالالياف يعني صح. وجبه متكامله بتحسيها شبهانيه بس صح. هلا اللي ما بياكل خبز بيقدر يستغني عن الخبز صح مزبوط صح بيقدر يعملها بلا الخبز فهي هيك رح نرجع نحط طبقه الطحينيه بس بدي اجيب الحمص الصراحه احنا اوكي هذا الحمص هيهم طيب شو رايك تاخذي راحتك انت خليني اشوف يف. انا مين قاعد عم بتابعنا انا بدي اشوفكم مين وينكم وينكم يا جماعه اوكي هيهم تمام بيقولوا لك شكلها بشهي ولازم نجربها وحابين كثير الوصفات اليوم شيف هانيا وميسون شكرا لك بتقول منوريني احلى شيف واحلى مذيعه شكرا كثير لك يا ميسون تحياتنا لك وحسان كمان تحياتنا لإلك عم بقول يا رب أربح إن شاء الله بتربح يا حسان وإم وائل بتقول ما شاء الله يعني عن جد الوصفات اليوم كتير طيبة شف هانيا شكرا لك يا أم حسان والله بنحاول دائما هيك نوعكم فيهم وعم بسأل بنقدر نستبدل الخبز بالخبز الصحي اللي بيستعملوه للدايت للرجيم ممكن أوكي. أكيد فيكم هاي جبنا الحمصات هاي رح نحطهم هون أوكي. شوي حلو ورح نحط الباقي مع اللبن تمام أوكي هيك رح انزل عليهم الخلطه اللي عملناها ايوه يا وي شو شكلها انا بحب الفتات الصراحه انا برمضان أنا اعشق الفتات
اي هيك. ايش بتحبي اكثر شيء شيف؟ بحب فتة الباذنجان، بحب فتة الباذنجان كثير انا وياك هيك حكيناها مع بعض. بحبها كمان، بحب فتة الباذنجان اكثر وحده من الفتات المفضله عندي. صح. وحتى فتة الدجاج كثير طيبه. صح. كنت احنا رجعنا اكلها. كنتي هلا بطلتي هلا مع التغييرات. اوكي هي حطينا هون حبات الحمص. اوكي مشهيين، انا كثير بحب حمص الكرام لانهم كثير زاكين وهيك صغار ناعمين الصراحه طيبين. صح. ورح نرجع نحط الزهره هيك على الوجه عشان تبين انها هاي فتت زهره بهاي الطريقه. وبعدين رح نزينها بالبقدونس. اوكي بدي اقول لك مكسرات. مكسرات صح مزبوط مكسرات. طبعا مكسراتنا احنا كلها من اصول الكرم يا جماعه، فاذكى شيء كمان مع الفته المكسرات لما تكون من فوق. مزبوط. لانه هي القرش اللي بتحسيها الكثير الوحيده مع الخبز تحت. الخبز صح مزبوط. والمكسرات بتعطي طعم زاكي زياده. أوكي. فهي رح نحط عليها مكسرات يا عيني هيك بهاي الطريقه شكلها بشحي. ونزين كمان بالبقدونس. وبنقدر ايش نحط حتى نعطيها لون احمر هيك على هاللون اللي بجنن عن جد. ما هو رح نحط لها رشه صغيره من البابريكا. حلو. اوكي بنكون خلصنا. طيب رح نطلع لفاصل يلا مش صغير ورح نرجع لهم يلا. اوكي طيب شيف هانيا من يب. بعد ما رجعنا من الفاصل احنا طبقنا الوصفتين الاولانيتين اولانيات تبعونا وهلا لوين؟ هلا بدنا نروح على الكنافه الكذابه يلا معناته رح نروح لمقادير الكنافه الكذابه على طريقه شيف هانيا يلا كنافه كذابه عنا رغيف توست بدون الحواف، وعنا نص كوب زبدة، كوبين حليب كامل الدسم من الكرم، 3 معالق كبيرة نشا، وعنا 2 معلقة كبار سكر، باكيت قشطة من مولدي من الكرم، وعنا نص كوب جبنة موتزاريلا، ومعلقة كبيرة ماء زهر، وللتقديم بدنا قطر ومكسرات من أصول الكرم. اهتماماتك كيف فنتا؟ بالضبط بحب فنتا الموفرة بتفتح الاشياء صح 100% 100% طيب بس بدها مقص يعني بدك مقص موجود سموها احنا هون ولا من هون اوكي طيب شيف هانيا نعم قولي لي احنا بنعرف الكنافة الكذابة اللي هي بالقشطة البيتية المنزلية اللي بتنعمل واكيد بنضاف لها مرات الجيمر صح وكمان بتكون هي نفس يعني عجينة الكنافة بتشبه هي نفسها عجينة الكنافة بس انه القشطة منزلية هيك احنا هاي الكنافة الكذابة انت شفت شايفة انا اليوم حطيتها بطريقة غير حطيت لك حلو انا كثير متحمسة اشوف الوصفة هاي مرة يمكن قبل 15 سنة دقتها عند وحدة من صحباتي فبتقول لنا عملت لكم كنافة وهيك فقعدنا اكلنا بنقولها زاكية بس يعني هي شوي هيك غريبة يعني بس زاكية كثير فقامت قالت لنا الصراحة هذه مش كنافة كنافة هاي عم بشوي لكم إياها هاي مش كنافة كنافة هاي الخبزات أنا مأمرت لكم إياهم وعاملتهم فما صدقنا حلو رجعت أخذت الوصفة عملتها بالبيت طلعت بتشهي واعتمدتها من 15 سنة فمشان هيك اليوم حبيت أعملكم إياها أيام بيجيكم ضيوف فجأة ما بكون الواحد عنده عجينة الكنافة بس عنده الخبزات هلأ الخبز رح أطحنه هون وقبل هذا الحكي رح ابدا احضر الخلطه اللي بدي احطها بقلبها احنا عاده بالكنافه الحقيقيه بنحط طبعا جبنه نابلسيه بنحط جبنه عكاوي هلا هون عندي لا رح احط حليب اوكي بس هاي لانها حاميه رح تطرطش حميه انا مستعمله حليب الروابي يعني الصراحه احنا بدون الكرم شو كان رح نعمل استعملنا هذا استعملنا الحمص الحب على السريع عم بلف هيك طلعت تذكرت انه هي عنا على الرف أكيد طبعاً ممكن إحنا نستعمل في هاي الوصفة شيف هانيا الروابي بنقدر نستعمل زين كمان مظبوط صح صح لأنه عندنا الحليبين هدول بنقدر نستخدمهم كمان للوصفات تحديداً زين الحليب المجفف هو صح. كمان خصوصي للوصفات المثل هيك صح 100% فهي رح نحطهم هون رح أنزل عليهم النشا حلو أوكي ورح أنزل عليهم ونحركهم مظبوط مظبوط ورح ننزل عليهم السكر يا سلام وهلا بس يبدو بدهم يغلوا اول ما يبدو بدهم يغلوا رح انزل عليهم الجبن الموتزاريلا عشان الجبن الموتزاريلا رح تعطيكم القوام ورح ننزل عليهم كمان اكيد الكريمه اللي من مالدي
اللي هي هاي. فالحلو انه بتاخذوا القوام تبع الجبنه اللي بتنحط بالكنافه من مكونات موجوده عندكم بالبيت. اوكي فاهم. رح نحركهم هيك مع بعض. ننزل عليهم كمان القشطه زي ما قلنا، وبالاخر الجبنه مع الماء الزهر. تمام. رح تعطيكم الطعم الزاكي اللي بنحط بقلب الكنافه يعني. اوكي هلا عبين ما هي شوي تبدا تدوب وتغلي، انا احرك وانت تعالي. أوكي. هون وانا رح اعمل الخبزات. هلا الخبزات، التوست لازم لما بدكم تجيبوه تقطعوا الاطراف تبعته، لانه اذا ما قطعتوا الاطراف رح يطلع عندكم شيء غامق، شيء فاتح، ورح يعطيكم قوام مش ظابط. فاحسن شيء انه تقيموا الاطراف، واذا كان منشف شوي عندكم من قبل بكون احسن واحسن. بنقدر نحطه بالفرن يمكن كمان. ايوه حتى اذا بدهم ينشفوا فيكم. رح نحطها هم هذا القوام اللي هيك. يلا اوكي تمام. رح تكملي الباقي ولا بس هي جزء واحد؟ لا هي جزئين الصراحه. هي لازم الجزئين. هي رح احط اول جزء منهم. تمام اوكي، وبعدين رح نعمل الجزء الثاني. هلا انا رح اعمل معاكم بس يعني شوي عشان نكمل نلحق كل الاشياء بباقي الحلقه. اوكي هي رح اقيمها. اوكي هلا رح اخذ هذا الجزء اللي انا طحنته، رح احطه هون. ونحط الزبده معها. هيها هي بهاي الطريقه، وننزل عليهم الزبده اللي انا سيحتها. هلا تقريبا رغيف التوست رح ياخذ عندكم اصبع من الزبده. اوكي اللي هو 100 جرام. هلا انا حطيت نصهم، فرح احط هذا نص. تمام رح احطهم ادعكهم مع بعض فنتا، وبعدين اقسمهم لقسمين. قسم رح احطه بالكنافه من القسم اللي تحت، والقسم الثاني رح احطه الجزء اللي فوق. تمام الجزء اللي فوق. اوكي بدي اخذ كفوف. طيب انا بدي اشوف مروه اذا بتحبي نحكي اسماء الرابحين هلا ولا لسه بكير. يلا اوكي يلا نجهزهم معناته. الرابح الاول معنا لليوم ميرا جفان، الف مبروك لك يا ميرا. والثاني معنا سحر سمردلي، الف مبروك لك يا سحر. والرابح الثالث غدير صالح، مبارك لك كمان يا غدير. والرابح الرابع معنا أمل الخوالدي، ألف مبروك لإلك يا أمل. وآخر رابح معنا لليوم سهيلة القاضي، ألف مبروك لإلكم. أكيد الجوائز اللي ربحتوها معنا من حلقاتنا من السبونسرز الموجودين معنا، وبتقدروا تحكوا لحتى تشوفوا طريقة استلام الجوائز. طيب أوكي. هلأ أنا حطيت أول جزء زي ما حكينا فانتا. شوف اللي عندك بدو تقريبا كأنهم غليوا صح؟ هم لازم يغلوا ولا يتسبكوا؟ لازم يتسبكوا. يتسبكوا لا. لا لسه. طب هاتي أشوفهم. أوكي بس عم بيغلوا. بدك طيب. تحطي الجبنة هلأ؟ بدي أحط الجبنة عليهم. أوكي. مزبوط تفضلي. رح نحط الجبنة عليهم، تشوفوا كيف رح تبدأ تصير تمط عنا شوي. ذكرتني بحلاوة الجبن وأنا عم بعملها اليوم صح؟ صح. هلا لانها بتبدا تدوب الجبنه فبتعطيكم هاي المطه اللي معاها 100%. اوكي صح. وين نحط الصينيه؟ وين نحط الصينيه؟ لا بدهم يشوفوا الصينيه فانا زحتها شكلي بالعكس. اوكي هي تمام. هي ها الصينيه انا كبستهم هيك فيها. هلا في ناس بتحط عليها نقطه صبغه بردانيه بس لا انا تركتها زي ما هي هيك. اوكي ورح كانه اللون بصير ولا بصير لا؟ بصير بتغير. هي انا اللي حطيتها بالفرن تغير لونها شوي. اوكي فهي هيك اشوفها فنفون. تفضلي انا بدت. مش عارفه اظن انها بدت صح؟ بدت يعني شوي. أوكي. خلص منيحه. هلا تمام. هي بس تغلوها، احنا عشان لسه بدنا نسكب المقلوبه، بس تغلوها رح تسبك عندكم، بتحطوها وبتحطوا فوقها طبقه الكنافه، وبعدين أوكي. بتدخلوها على الفرن. على الفرن بدها على حراره 180 تقريبا، بتاخذ بين يعني 30 دقيقه 25 دقيقه. اوكي طب شوف هانيا شو رايك تسكبي انت تبلشي. أوكي. وانا بكمل هاي عشان اخر الحلقه حتى نورجيهم اياها. نورجيهم اياها او حتى طيب. اخر أوكي. الحلقه يعني نقدر انه نعملها يعني نعملها لنا ولا بعدين. ما هو اوكي لانه احنا عندنا واحدة جاهزه، فقره الساحر طلعت وبتقول لكم انه هي الكنافه الكذابه جاهزه. صارت جاهزه 100%. هي رح احطها بس افتحها شوي من السكينه، واظن صارت كمان زي الكنافه الناعمه. زي الكنافه الناعمه بالضبط. هي تحمرت على كل، احنا الكاميرا عندنا دائما شوي بتظلم الاشياء، بتعطيها لون اغمق شوي. بتعطيها صح. لون غامق. بس هي هاي ها
اوكي. ما احلاها عن جد حلوه، حبيتها. لذيذة صح؟ اي ورح نفتحها من هون. يا بيي سخنه. لا هي مبينه سخنة, سخنه سخنه. فهي هيك. اوف ما احلاها، كيف بتموت بعدين مع الجبنه؟ بتموت مع الجبنه. يعني ما حدا رح يصدق فانيتا انه اللي محطوط فيها مش هو، مش هي كنافه. صح. والله رهيبه. شوف ثانيه انا بقول تحطيها بالصحن اللي هي فيه احسن. انا هيك بقول الصراحه. رح نخليها بصحنها. احسن. رح نزينها. رح توقع حسيتها. رح نزينها اكيد بالفستق الحلبي. اوكي. هيها. ونحط طبعا القطر جنبها، يعني زي الكنافه بالضبط اللي بتعملوها نفسها. هي هيك. حبيت الطريقه هاي. طريقه دمها خفيف وسهله. شايفه يما؟ شفتيها؟ عشان تطبقين لنا اياها. وهي القطر تبعها. اوكي. اكيد. رح نحط هيك شوي لانه بعطي حتى هلا لون لذيذ. هيها. واذا بدكم تقدروا تزينوها كمان بزهر الليمون. حلو. اوكي. كنافه مشهيه، نفسي هيك تشوفوا قديش يعني عن جد قديش هي دايبه. هي رح نحطها هون. اوكي. طب شوف هاني، عشان قبل ما نخلص الحلقه لانه ضايل لنا كم دقيقه بس. أوكي. خلينا نورجيهم بس فكرة المقلوبه كيف فكرتها، لانه انت حكيتي عن فكره المقلوبه. يلا اوكي. اوكي. اترك هدول ولا خلص؟ خلص خلص خلص. اوكي. انا ما عندي مشكله على فكره، بضلني. لا لا خلص اتركيها لبكره. لا لا اتركيهم يسلموا ايديكي. خلص. اوكي تمام. هي ممتاز. هي هم احنا لانه كله بنعمل على الهواء قدامكم، ف هي هلا هيها بدها تتجمد. اوكي ممتاز. هي رح نحط الماء الزهر عشان تكون كامله عندي. الله. اوكي هلا رح احط المقلوبه. اوكي لجماعه يلي بتفرفط معاكم المقلوبه كل ما بدكم تقلبوها، هي طريقه جديده لقينا لكم الحل. هي حل جديد بالضبط، الحل مع شيف هانيا. هي رح نحطها هيك لانه في كثير ناس بيقولوا لي فرطت معي ما زبطت كذا. ما قلبت نزلت على الارض. ما قلبت مش ظابطه يعني. مش عارفه شو. فهيها شو بنعمل؟ رح نحطهم هون. اول شيء زي ما قلت لكم، جاط عندكم بدكم تحطوا فيه الباذنجانات. بعدين رح نحطها هون. اوكي. متفلفله وبتشهي مع اللحمه اللي بقلبها طبعا، ورح ارجع ازينها بكمان شويه لحمه على الوجه. جد مفلفله هيك بتشهي. بتشهي بتشهي. مع الباذنجانات. اوكي اوكي. يعني يا الله ريحه، ريحه البهارات. حاسه اللي عم بحضرونا كانوا متوقعين ومستنين قلبه. القلبه. لا ما احنا اليوم بدنا نغير لهم. صح صح، احنا هي الفكره اليوم التغيير. ما هو تغيير عن القلبه. اوكي. وشكل جديد كمان لإلها. 100%. هاي هيك. احنا كل شيء دائما عندنا فيه تجدد بالتلفزيون. صح لازم هو يعني تغيير، ما هو هذا الهدف من البرنامج. صح. طيب هي هيك تمام. اظن عندك الزاويه اللي هناك فيها شايفتها. هي مليانه بس خلاص انا هيك اكتفيت منهم. اوكي هي خليهم لبعدين. شكلها زاكي. رح نعمل هلا هيك حتى نتاكد انها هي كبست منيح. ورح اقلبها على الجاط اللي عندي. يا عيني. وطريقه مضمونه. طريقه مضمونه 100% عشان يقولوا لكم نزلت قالب ومنيحه وما شاء الله عليها. لا وشكله حلو كمان يعني. مزبوط. تغيير عن شكل الطنجره اللي دائما احنا بنقلبها فيه. صح. اوكي يلا الحركه هاي. أوكي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلبت. هلا بنتركها بس شوي لينزلوا الباقيين، وانا بهذا الوقت رح اجيب اللحمه اللي بدي احطها على وجهها. أوكي. والاغراض اللي بدي ازين فيهم. طيب تمام. شوف هانيا احنا عم بيقولوا لنا خلص خلصنا الوقت ولازم ننهي. يلا. لازم نروح. احنا كان لازم اظن ضغطناهم اكثر تركناها او يمكن لانه تركنا ال هلا هلا بتنزل ما تخافي. لا احنا تركنا الباذنجان لوقت طويل جوا. مزبوط هاي. صح فراح طيب. الزيت اللي عليه. خليني وانت قاعده عم تعمليها اشكر كل اللي تابعونا اليوم بحلقتنا بصحتين وهنا، وان شاء الله اليوم وصفاتنا عجبوكم وحبيتوهم كثير، لانه احنا الوصفات اليوم اكيد مقدمه لحتى الناس اليوم يحبوا هاي الوصفات، ولحتى نغير لكم شوي بالطرق اللي احنا بنعملها دائما بالبيت. واكيد مشكوره شيف هانيا على الوصفه اللي كثير طيبه. الله شوف هالمنظر. ما هو شوفوا لي هالمنظر. والله قلت شيء تغيير. حطونا على كيكه المقلوبه. شوفوا هالمنظر ما احلى. يسلموا ايديكي شيف هانيا عن جد على وصفات اليوم. يعني وصفات كثير طيبين، وان شاء الله احنا بنستنى لحتى نشوف الوصفات الجايين ان شاء الله بالحلقات الجاي.
شكرا لك وشكرا لكل اللي تابعونا اليوم بحلقتنا. مبارك للي فازوا بكل الجوائز، بنشوفكم بحلقه جديده ان شاء الله بكره. باي باي.